اختتمت مؤسسة إنجاز البحرين بنجاح مسابقتها السنوية 15 لرواد الأعمال الشباب، والتي أقيمت يومي 9 و10 من يوليو الجاري تحت رعاية سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين. وبهذه المناسبة أشادت سموها بإنجازات المؤسسة التي تعد واحدة من المبادرات الرائدة لدعم الشباب البحريني في مسيرة ريادة الأعمال. بعد رحلة من الجهد والإبداع، وقف المشاركون في ختام المسابقة السنوية 15 لرواد الأعمال الشباب ليحصدوا ثمرة جهودهم طوال المسيرة التي قضوها في الابتكار والبحث والعمل على مشاريعهم المتميزة. السنة هذه أكبر عدد من الطلبة دخلوا فيها، فوق 700 طالب وطالبة، 60 شركة تأسسوا هذه السنة، واليوم في النهاية يعني احنا في المرحلة النهائية عندنا بس 20 شركة. نختار اليوم الفائز على مملكة البحرين من شركات الطلابية، لكن أنا دائما أقول الكل اللي شارك في هذه البرنامج فائزين، وأحب أرسل رسالة حق طلبة مملكة البحرين اللي شاركوا في برنامج إنجاز، إن الكل اللي شارك متأكد أنهم استفادوا في مهارات يمكن يعني يستخدمونها في حياتهم اليومية حياتهم العملية، وأتمنى لهم كل النجاح إن شاء الله في المستقبل. المسابقة أتاحت لجميع المشاريع الشبابية المشاركة تجربة الفوز، وذلك من خلال تعدد فئات الجائزة، ومنها جائزة الابتكار وجائزة التميز في التكنولوجيا وغيرها من الفئات التي أبدى فيها الفائزون تعابير الفرح والفخر. صراحة يعني بعد ما فزنا صراحة شعور ما يوصف، بعد انتظار أكثر من ساعتين وإحنا ناطرين، ويعني نشوف اسماء الفرق الثانيه تجي واحد ورا التالي، ما عرفنا يعني ما كان عندنا اي فكره ان بنفوز صراحه. والله شعور الفوز شعور لا يوصف. الحمد لله الحمد لله قدرنا نحقق هاي الشيء من خلال جهدنا، وان شاء الله للاعلى. طبعا تجربه انجاز كانت تجربه لا تنتسى. التغيير من التفكير الطلابي للتفكير في البزنس والشركات، بنينا شركه من الصفر، من عندنا ماليات، تسويق، مبيعات. اليوم كان من احسن الايام اللي شفناها في شركتنا كامل. اليوم طلع تعبنا كل السنين اللي راحت، طلع كل التعب وكل الارهاق اللي صادنا واحنا نسوي هذا المشروع، وكل المشاكل اللي طافت، وفزنا بجائزة افضل ابتكار عندنا اليوم. كانت من افضل التجارب، تعلمنا منها واجد، كانت مثرية بالنسبة لنا كشباب بحريني مقبل على سوق العمل. تعلمنا شلون ندير شركة، تعلمنا شلون نسوي دراسة جدوى للسوق، شلون نطلع المشروع. حاب أني أشكر إنجاز على هذه التجربة اللي أعطونا إياها. تعبنا واجد هالسنة، وصلنا لهذا اليوم، ويعني حصلنا يعني تقدير لإنجازنا وتعبنا، حصلنا شهادتين، أحسن منتج وأحسن منتج في التكنولوجيا. إنجاز البحرين تؤكد من خلال مبادراتها السنوية لدعم رواد الأعمال حرصها على توفير البرامج والأنشطة التي تصب في تعزيز وتقوية مهارات الإبداع والابتكار، وإتاحة المنصة لدى هذه الفئة للتعبير عن أفكارهم التي تساهم في دعم اقتصاد المملكة.